قبل ما نحن نعمل implementation للكلاس كيو using linked list، هلا اللي نحن بدنا نعمله عملنا النود داتا بالاحرى، بدنا نعمل هلا نحن النود، لانه انا بعرف انه عندي linked list تتالف من several nodes، فاذا we need to prepare this class. حسكر هيدي اللي هون، right click هون حقله new class java class، وشو بده يكون اسمه هلا؟ بده يكون اسمه نود. تعودنا كيف نعمل له implementation من linked list chapter وكذلك الامر من الستاك. بنرجع نعيدها قصة مرة، اكيد ما في اي مشكلة تنقدر نحن ناخذ الموست اكسبيرينس من هدول الفيديوز. فاذا بالكلاس نود نحن شو بدنا نيجي نعمل؟ نعرف انه انا بيكون في عندي نود داتا على القليله، وبده يكون في عندي رفرنس اللي هو النكست نود، لانه نحن عم نعمل لينكد ليست. فاذا كل نود بيكون شو عنده؟ بيكون عنده الداتا ورفرنس تو ذا نكست. فاذا هول صرنا معودين عليهم برايفت، بده يكون بالبرايفت شو في عندي انا؟ بده يكون في عندي نود داتا، بعدين بحط نود داتا. دائما عندي مشكله بكابيتال او هون، حنظبطها. طبعا الاسم هون حسميه داتا بهيدي الطريقه. وتاني برايفت ممبر بحاجه اعمل له ديكلاريشن هو الريفرنس. فاذا برايفت نود ريفرنس تو ذا نكست نود اسمه نكست، كمان تعودنا عليها هيدي. مثل اي كلاس بدنا كونستراكتور بابليك، فاذا حيكون اسمه نود. افتح البرانتيسيس، افتح الكيرلي بريسز، وشو بدنا نحط بقلب الكونستراكتور؟ وي نيد تو سيت داتا اند سيت نكست، يعني بده يكون في عندي جيترز وسيترز. فاذا انا حاخذ بالاخير من الكونستراكتور داتا، حاجي اقول له هون انا نود داتا، فاذا نود بعدين داتا، وحاجي لهون شو اعمل؟ اعمل دي اللي هي سمول دي، اوكي. وشو بدي اعمل؟ بدي اعمل سيتنج. اول شغله بدي نود داتا اللي هي الداتا عندي هون ايكوال تو وات؟ ايكوال تو سمول دي. وبدي يكون في عندي كمان انا هون نكست، بدي انا اعمل referencing، يعني بدي اجي اقول next is equal to null because I created now what I created a node بس it's not referencing to anything now. فبكون عملتها بهيدي الطريقة. هلا شو بدنا نجي نحن نعمل؟ الميثودز اللي نحن تعودنا عليهم set data و set next، اوكي. حاجي لهون اقول له public، طالما setters يعني نوعيتهم void تعودنا. فاذا بدي اعمل هلا انا شو؟ set data، set data، واكيد بدي اخذ داتا من اليوزر من البارامتر ليست. فاذا حتكون عندي هون شو هي؟ حيكون في عندي نود داتا. فاذا بقول له نود داتا، حاخذ اسمها دي، حاجي لهون بالستر شو بدي اقول له؟ بدي اقول له داتا از ايكوال تو وات؟ از ايكوال تو دي، اوكي. كذلك الامر انا بدي هلا شو؟ بدي ستر لمين؟ بدي ستر للنكست. حعملها كوبي، بنقدر نعدل عليها بنرجع. حقول له بس بدل السيت داتا حنقول له سيت نكست، وبدل النود داتا هون شو بدي انا اقول له؟ بدي نود. فاذا كابيتال ان نود، وبدل الدي حسميها ال، حقول له هون next is equal to what is equal to ال. فاذا بدل الدي عندي ال، وهيك بكون خلصتها. كمان هلا في عندي get data و get next، يلي هي عباره عن method. شو بده يكون نوعيتها؟ بدها تكون اكيد of type من الاوبجكت اللي هي بدها تبعت لي. get data يعني نود داتا، و get next يعني شو عندي؟ يعني نود. فاذا حنبلش بال get data، فاذا بقول له public، بعد ما بقول له public بده يكون نوعيتها، فاذا نود داتا، وبدي هون اقول له get data، بفتح البرانتيسيس كيرلي بريسز، وبنظبط الاو اللي موجوده عندي هون، وبرجع هون بقول له انا I need to return what data، وهيك بكون انا عملنا الريتيرن. تاني وحده كمان حعملها copy يلي هي شو اسمها؟ يلي هي اسمها get node او get next. فاذا هون نوعيتها نود، وبدال ال get data حقول له get next capital N next، وبدال ال return data return next. وهيك نحن بنكون خلصنا الكلاس نود. هلا بقى بيبقى علينا انه نحن نبلش بالكلاس تبع الكيو، ونشوف كيف فينا نعمل له implementation using linked list.